السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس والأمر ولايك عشان يوصل لكم كل جديد. والآن نوفيكم بأسعار الدواجن في مصر اليوم الخميس 14 يوليو 2022. ونبدأ: لحم الفراخ البيضاء كيلو ب31 جنيه ل 32 جنيه، لحم الفراخ الساسو الكيلو ب47 جنيه ل 48 جنيه، لحم الفراخ البلدي الكيلو ب35 جنيه الى 36 جنيه، لحم امهات الفراخ الابيض الكيلو ب26 الى 27 جنيه. اسعار الكتاكيت اليوم: كتكوت ابيض عمر يوم 6 جنيه الى 6 جنيه وربع، كتكوت ساسو عمر يوم 4 جنيه وربع الى 4 جنيه ونص، كتكوت بلدي عمر يوم من 3 جنيه الى 3 جنيه وربع. اما بالنسبه لاسعار البط اليوم فوق الالي: كتكوت بط مولارد، كتكوت بط فرنساوي عمر يوم 6 جنيه ونص الى 7 جنيه ونص، كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 14 جنيه الى 15 جنيه، كتكوت بط مولارد عمر يوم من 15 جنيه الى 15 جنيه ونص، كتكوت بط فرنساوي 24 جنيه الى 24 جنيه ونص، لحم بط مسكوفي 47 جنيه الى 47 جنيه وربع، لحم بط مولارد من 31 جنيه الى 32 جنيه ونص. بالنسبة لأسعار الرومي هو كالتالي: كتكوت رومي أسمر عمر يوم 16 جنيه ونص ل 17 جنيه، كتكوت رومي بوم عمر شهر من 16 جنيه ل 16 جنيه ونص، كتكوت رومي برونزي عمر يوم من 16 جنيه ونص ل 17 جنيه، كتكوت رومي برونزي 500 جرام من 45 يوم من 44 جنيه ل 44 جنيه ونص. أسعار السمان اليوم: كتكوت سمان أسمر بري عمر يوم 2 جنيه وربع ل 2 جنيه ونص، كتكوت سمان أبيض هجين عمر يوم 2 جنيه 75 ل 3 جنيه، كتكون سمان هدين بياض 14 يوم من 5 جنيه ونص الى 6 جنيه. اما بالنسبة لاسعار البيض فهو كالتالي: كرتونة البيض من البيض الاحمر من 66 الى 67 جنيه، كرتونة البيض الابيض من 64 الى 65 جنيه، كرتونة البيض البلدي من 62 الى 63 جنيه. هذا مع العلم بانه يضم اضافة من 2 الى 5 جنيهات على اسعار البورصة حتى يصل إلى المستهلك. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الدواجن اليوم الخميس في مصر 14/7/2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والأمر ولايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.